بسم الله الرحمن الرحيم. في حاجة اسمها المشروع العلاجي، حاجة بتعملها النقابات بتقول للناس: يا ناس تعالوا ادفعوا لنا اشتراك سنوي، واحنا لما تعيوا او عايزين تحاليل او أشعة نوديكم على مراكز متخصصة أشعة او تحاليل او عيادات، وتعمل لكم الكلام ده بثمن مخفض 50% 40% على حسب الاتفاق. النوع ده يا اخوانا بيسميه العلماء التأمين التجاري. ايه التأمين التجاري؟ تأمين الهدف منه الربح والمكسب. تقول لي ايه المشكلة ما الناس تكسب ما انا مستفيد؟ لا، التأمين التجاري فيه مخالفات كثيرة. ايه هي المخالفات؟ اول حاجة، التأمين التجاري بيبقى فيه حاجة اسمها الغرر. ايه هو الغرر؟ اللي انا مش ضامن اللي انا الفلوس اللي دفعتها هستفيد منها ولا لا. ما انا ممكن معيش طول السنة، ممكن ما احتاجش لتحاليل ولا أشعة، يبقى أنا أهدرت أموال بدون مقابل، وده مرفوض في الإسلام لأن ده اسمه الغرر. دفعت فلوس ومش عارف هستفيد منها ولا لا. والجهة الأخرى برضو اللي بتديك فلوس عشان لما تعيا أو يحصل لك شيء، برضو ممكن هي تدفع ثمن أكبر بكتير من الاشتراك اللي أنت دفعته. دفعت اشتراك 200 جنيه وعملت عملية ب 2000 جنيه، هم تحملوا 1000 وانت 1000، يبقى هم غرموا 1000 مع انهم استفادوا منك 200 جنيه بس. فده اسمه غرر واسمه قمار، لان فلوس قليلة. حتى اللي بيخش المشروع العلاجي عايز يدفع فلوس قليلة ويستفيد مكاسب كبيرة. يقول لك انا اشتركت ب 200 جنيه ولكن ده انا عملت عملية واشعة وعملت حاجات كتير وصرفت 200 جنيه يعتبر، او يعني وفرت اكتر بكتير من الفلوس اللي دفعتها، اتعمل لي 50% فوفرت فلوس كتير. فما فيش عندنا في الاسلام فلوس قليلة تجيب فلوس كتير بالمقامرة، ده محرم. المقامرة او القمار تدفع قليل تكسب كتير، وقد تدفع القليل وتخسر القليل، او تدفع الكتير وتخسر الكتير، ده اسمه قمار. لا، في الاسلام دفعت مبلغ عارف هشتري سلعة او خدمة بقيمة المبلغ ده بشكل واضح. وكمان حاجة، إن الفلوس غالبا بتاعة التأمين التجاري بتستخدم في البنوك. ما هو بتاع النقابة غالبا يعني بيجي له طبعا آلاف من الناس، وكل واحد بيدفع 200 جنيه، يبقى معاه حوالي 10 مليون جنيه ولا حاجة، يحطهم في البنك يطلع له عائد ضخم جدا يغطي تكاليف العلاجات، زائد انه بيتبقى ليه مبلغ ضخم جدا نتيجة اللي هو بيستثمره في البنك، والبنك طبعا اقراض واقتراض، يعني نوع من الربا، او هو الربا الصريح، فده يبقى مشاركة في الاثم والعدوان. تقول لي لا، ده اسمه تأمين تعاوني، احنا بنتعاون، بس مش تأمين تجاري. التسمية مش هتفرق، المهم المعاملة تنطوي على ايه. ما دام في مكسب وربح ده اسمه تأمين تجاري. امال ايه هو التأمين التعاوني؟ التأمين التعاوني يعني نقول يا جماعة هنلم من بعض فلوس، كل شهر حد يدفع فلوس علشان حد لما يحصل له أزمة هنساعده. فتلاقي واحد بيدفع 100 جنيه، واحد بيدفع 200 جنيه، واحد يقول لك هدفع 1000 جنيه، لأنه هو مش في نيته ربح ولا مكسب ولا استثمار للفلوس اللي دفعها هياخد فلوس أكتر واستفادة أكتر. هو من باب الخير المحض فقط. ولذلك ممكن هو يعيا ويقول لك لا، أنا مش محتاج من الصندوق حاجة، خلي الصندوق للي محتاجين أكتر. انما استثمار واستفاده وانتفاع ده اسمه تامين تجاري محرم. ده يعني شبه اجماع العلماء المعاصرين المعتبرين قالوا ان التامين التجاري الذي يهدف الى الربح تامين محرم لا يجوز. ليه؟ لان في غرر، في مقامره، في اعانه على الربا، لان بتستثمر هذه الاموال في البنوك الربويه، ومن ثم يبقى هذا الامر حرام. يعني اعمل ايه؟ يعني ما تشتركش في المشروع العلاجي. ليه؟ لأن الفلوس الناتجة منه نتيجة معاملة فيها كثير من المخالفات الشرعية. إنما عايز تساهم في صندوق بيساعد الناس، بيساعد المنكوبين، بيساعد المحتاجين، فلا بأس، ده اسمه التأمين التعاوني، ولو مش موجود دلوقتي تقريبا. كل التأمينات الموجودة غالبا هي من التأمينات التجارية المحرمة. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.